أكيد أكيد كل إنسان عنده ذكرياته في المهنة متاعه وبداياته ومحطاته المهمة. أنت تو باش تحكي لنا عليها. أكيد عمري ما ننسى أول قطعة خدمتها دي وطلعت بيان شور مزيانة هكا خاطر أون فيت تخدمها وتخليها ومن غدوة باش تشوف الريزلتا. قوم لها بكري بالذمة قوم الستة متاع الصباح باش نشوفها كان عريها نشوفها يا نقول يا محلاها نرجع نرقد سينو تلقاها هكا خايبة تلقاني سيكا وفقت فيقتني فهمت دونك عمري ما ننسى بالحق القطعة الأولانية اللي خدمتها اللي جات مزيانة على الآخر وعجبتني هي حبيت نخدم هكا حاجة في الأليان هكا كيما نقولوا كي تشوفها تقول نجوم في الليل هكا معموله كحله وهكا كيما الذبيبه البيضه مزيانه حبيتها جات كيما حبيتها صحيح خدمتها هكا في الليل غطيتها جات مزيانه دونك كانت القطعه المفضله نتاعي ديجا خليتها لروحي جميل جدا ايوه بدايتك يعني نهار اللي قررت انك باش تخدم الريزين هذاك اكيد نهار ما تنساوش اول مره اكتشفت البرودوي شميت ريحته وتعاملت معاه اكيد اكيد اول كيلو شريته ديجا وقعت اللوج برشا وقلت لك هي كي عملت الفورماسيون من الاول قبل ما نعمل الفورماسيون كنت عندي مشكله في لي فورنيسور ومش نلقاهم ومدري شنو بعد ما عملت على الاقل حلت لي هكا كيما نقولوا وراتني برشا بلايص عرفت منين نجيب وقتها اول مره كيف هكا جبت اول كيلو كل شيء قعدت خدمت حاجه بالقالب وخدمت اخرين كيف هكا علمت ياف جربت وبيان سور هذاك النهار هذاك عمري ما ننساه ولقيت روحي فرحانه كي نخدم دونك قلت فوالا اونفان لقيت الحاجه نتاعي مولد سنة ما تنساش مولد سنة زاد كيف اول مشاركه ليا للمعرض كي سيتي هكا انا مشيت جوست خارج في ورقه وكانت في دي خدمه من الخدمه نتاعي فهمت كي مشيت لدار الطابع قالوا لي تيان فاش قاعده تخدم معناتها وريتها كيف هكا فهمتها قالت لي تجي المولد وقتها المولد مازال يدور لي جمعه قلت لها نجي قالت لي عندك خدمه قلت لها عندي وهو ما عنديش في جمعة حضرت بون فما اللي ناقص فما اللي مازال خاطر مش في بالي اللي انا باش نعمل كومين معرض معناتها صحيح والله في جمعة خدمت ثلاثة طويل خدمت تابلو آخر عاونتني صاحبتي بالبليكسي وكل شيء معناتها خدمنا معناتها لقيت شكون يعاونني معناتها فريمون هكا فما ديتاش خدموها مع عباد أخرين فهمت كيما التنظيف وكل شيء عملوا معك كود معاه احنا نقول والله دونك حضرت الصرعة نتاعي في جمعة بالحق معرض مزيان الحقيقه حتى البلاصه نتاعك كانت مزيانه زاده هكا تذكر في الدخله وين موجود القروين ما هو كل بلاصه كل بلاصه فيها جمعت سباقس جمعت بنزرت نابل اي سيتي هكا اكسبيريونس مزيانه برشا الحقيقه فما معارض اخرين شاركت فيهم ولا ما زلت لا للاسف فما معرض الكرم ما زلت ما شاركتش السنه ما كانش الاختيار عليا انا دونك ان شاء الله في المعارض الجايه ان شاء الله ان شاء الله هون ديجا ان شاء الله يعني يزيدوا يشجعونا شوي صحيح يشجعوكم شويه لما حاله لازم تنويع في المعارض كان تلقى فيه الارتيكل هو بيدو يتعاود كل عام لازم يعني كرياسيون جديده في الصناعه التقليديه او بيان حتى في الديكور المنزلي تلقى حاجه جديده في المعارض نتصورك يعني مره اخرى نلقى في معرض سوسه او بيان في معرض ان شاء الله ان شاء الله هو ايفيكتيفمون معناتها لازم حاجه جديده لازم نتجدد لازم نختاروا معناتها العبيده اللي جايبه حاجه جديده ونزيدوا نشجعوها وذيك علاش نلوجوا احنا نورمالمون فما العادي اللي لازم يصير وي دونك فما ارتيكل يعني خدمته وبعته وقعد في الذكرى نتاعك ما نسيتوش والله انا قلت لك هي الارتيكل هذاك خليته لروحي هذاك يعني اكثر حاجه مميزه اكثر حاجه مميزه خليته لروحي صحيح دونك هي بدايتك واول عمل ليك وكان ناجح وانت اغرمتي به كما يقولوا فيها خليته لروحك حاجه به على الاقل اول قطعه في كيما اللي في مخي خليته جاي مزيان خليته لروحي الحقيقه دونك اكيد نتصورك انا بعد مده اخرى باش تولي عندك برشا ذكريات اخرى وثم برشا ديزيكسبيريونس مش تعيشهم مش يقعدوا في الذكرى نتاعك وفقره عمري ما نسيت باش تقعد في ذاكرتك برشا الحقيقه وتجربتك بحضينا في إذاعة الحياة شنو تحب تقول أكيد عايشك حبيت نشكرك أنت ساعة صندس والقاعدة معاك الحقيقة ما حسيتش روحي حسيتش روحي في ما أنت قاعدة في بلاصة غريبة ولا حاجة ما عندكش تراك بالكل ما عنديش منشطة بها أنت في إذاعة الحياة
كانت الحقيقه ولا كرونيكاج باهيه موجوده في كل وقت. مرحبا بك. مرحبا بك. عايشك يا عايشك سانس. ميرسي بوكو. ميرسي الحياه اف ام، وهذه فرصه باش تعرفت على راديو وتعرفت على، كانت اول تجربه ليا ممتعه الحقيقه، اول مره نحكي في راديو. ميرسي بوكو على ما شاء الله زيرو تراك. ما شاء الله بلا بالحق لازم تجي بحنان للراديو. لازم لازم. يا عايشك يا عايشك. كاو دونك ان شاء الله تنجيو مرات اخرين ان شاء الله. مرحبا بجديد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بجديد، وان شاء الله موافقه اختي مروه. وين نشجعك الحقيقه انك انت شابه وصاحبه شهاده عليا يعني، وتعمل على ربي، وشفت انت يعني الحل نتاعك في صنعه اليدين وفي الحرفه الارتستيك سورتو. معناتها خدمتك انت ماهيش كونتيتي، خدمتك راهي كاليتي اكثر من كل شيء. تلقى حاجه بيرسوناليزي، تلقى حاجه بيس يونيك، معناتها حاجه مزيانه، تخدم قطعه معموله لشخص معين، معناتها المناسبه معينه. انت يعني تشيرش لا كاليتي اكثر من الكونتيتي. ديجا تخدم شوي شويه مش برشا، اي شويه شويه نخدم هكا قطعه فريمون نحط فيها. وعرفتك اللي كي انا من النوع اللي كي نخدم حتى لي تاب الاولانيه نبعث للكليون طول، نحب نسمع رايه، نحب تبع رايه، نعملو تبع رايه نقول له اي، يقول لي هو حاجه نقول له اش قاولك نعملو هكا ولا اش قاولك نعملو هكا، يقول لي ما يسالش اعمل هكا فريمون تطلع. نفرح برشا كي يرجع لي دعاء خير معناتها. ان شاء الله ربي يوفقك يا مروة. المحالة هذه ختام حديثنا معاك، باش نواصلوا مع فقرة إيكو آر بعد الفصل الغنائي.